بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة واللي اتعملت امبارح، وجي الأهلي فيها على رأس المجموعة. ضمت فرق كيب تاون الجنوب إفريقي وسيتي أولرس الأوغندي وفيرو فيارو دي بيرا الموزمبيقي وبيترو ديلواندا الأنجولي وسلاك الغيني. وهتبدأ تتلعب تصفيات المجموعة اللي هتتعمل في مصر يوم 26 أبريل الجاي، وتنتهي يوم 6 مايو عشان تتلعب بعدها النهائيات يوم 21 مايو، وتنتهي البطولة كلها يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في البطولة، وإن شاء الله نظهر فيها بشكل مميز. نروح بقى لآخر خبر معانا.